السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده يا رب تكونوا بخير ان شاء الله بإذن الله. محاضرة النهاردة عن ال Applied Pharmacognosy and Forensic Medicine، هنتكلم فيها محاضرة رقم 3 خاصة على HLPC. هبدأ بإذن الله. HPLC احنا خلصنا المرة اللي فاتت الجهاز كروماتوجرافي وخدنا كل حاجة فيها الحمد لله. المرة دي بإذن الله هنتكلم على HPLC، ولما نخلص بإذن الله برنامج كومبارزن ما بين الجهازين عشان مهم قوي تفهم كل حاجة فيها، والامتحان هي مش هيجي سهل يعني، خلينا متفقين يعني. نتمنى طبعا ان من ربنا سبحانه وتعالى يجي سهل ان شاء الله ويسهله علينا، ولكن يعني ربنا يا رب ييسر لنا كل صعب، مش عايزة اتكلم اكتر من كده. فلازم نركز قوي ونفهم كويس قوي خاصة في الجزء بتاع HPLC. تمام. طيب قبل ما نبدا حابه نقول دعوه زكاه زي احنا متعودين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نسالك في النبيين وحزم المرسلين والملائكه المقربين ان تجعل قلوبنا مليئه بذكرك وخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا عليك يا الله. اللهم اني استودعك ما قرات وما فهمت وما حفظت وما احفظ وما افهم، وما نطقت وما سمعت وما قطع لي عيني وما رايت وما نطقت وما قطع لي عيني وما سمعت وما شرحت، ورد لي حين الحاجة لي ورد لي يوم العرض عليك وما فهمت كمان يا رب. اللهم امين. يلا بسم الله نتوكل على الله وبالصلاه على النبي الاتصال. اول حاجه هو ايه الاتش بي ال سي؟ وبدات تلاقي الحاجات يعتبر مكرره من الاناتيك الكيمستري خاصه. خلاص وانا في اثناء المحاضره ان شاء الله باذن الله احاول اقول لكم الحاجات الاستريس قوي اللي ممكن ان شاء الله باذن الله نلاقيها في الامتحان. اول حاجه الاتش بي ال سي دوت هو عباره عن ليكويد كروماتوجرافي، ماشي، اللي هو الموبايل فيس. بيبقى ليكويد اي موبايل فيس عاده، وبيكون عندي هنا الكولوم بتاعي، وده جهاز عشان يعمل لك سيبريشن للماتيريال بتاعتي. تمام. اكوردنج تو ايه؟ اكوردنج ديفرينشيشن ان بولاريتي. فكلين جاز كان عن طريق اكوردنج تو البولينج بوينت. فانا بيكون عندي هنا السامبل بحطها معايا، وهنا طبعا الكولوم بتاعي متحوط كله بالستيشنري فيس وبالصوت سلام وضاي والحوارات دي كلها. بعد كده اقوم صب السامبل بتاعتي مع الموبايل فيس، سوري الموبايل فيس بتاعي، فيبدا بقى يسحب لك ويعمل لك بقى ايه سيبريشن للسامبل بتاعتك من ايه جزء لجزء وهكذا. تمام. على حسب الاختلاف البلاتش والكلام ده كله. يبقى الليكويد كروماتوجرافي. طب انا الحاجات دي بدرسها ليه ومهمه ليه في حياتي؟ عشان اعمل سيبريشن للمواد. طب اعمل سيبريشن محتاج اعمل سيبريشن لايه؟ افرض انا عندي مثلا ميكستشر من مواد معينه، خلاص فانا اقدر اعمل فيها سيبريشن. جبت مثلا ورقه الجوافه وعايز استخلص منه ماده معينه، فاعمل نفس الفكره وهكذا. تمام. يبقى الليكويد كروماتوجرافي هو عباره عن ايه؟ ده عباره عن موبايل فيس از ليكويد زي تي ال سي والبي سي والكولوم كروماتوجرافي، ده اللي هنتكلم عليه. والاتش بي ال سي، اتش بي ال سي دوت هو اللي هنتكلم عليه مينلي. احنا اتفقنا الكولوم كروماتوجرافي ده لسه اسمه لك، الاتش بي ال سي اللي هو اسمه هاي بيرفورمانس بريشر كروماتوجرافي. يبقى هاي بيرفورمانس اللهم صل عليك كده وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكويد كروماتوجرافي، ليكويد ايه؟ كروماتوجرافي. يعني انا عندي بريشر، خلاص بريشر محطوط ايه معايا. يبقى ان جاز كروماتوجرافي اتفقنا موبايل فاز جاز والستيشن بس بيبقى مين لي ليكويد. هنا لا، بص اصل اتش بي ال سي البريشر دوت فور البريشر ضغط، يعني عامله ابلاي للضغط عشان يشفط لي الماده من تحت. تمام. والادفانتج والبرفورمانس والحاجات دي كلها. الادفانتج بتاعتي طبعا مهم جدا تعرفها، يعني ضاي افيكانسي، وهنعرف يعني ايه افيكانسي وايه الفرق بين الافيكانسي والسلكتيفيتي، وهقولها لك دلوقتي عشان نخلص من الحوار دوت لو انت جيت شفت في الشورت، وهقولها لك تاني لما تيجي وقتها. تمام. لو انا جيت الشورت عندي كده. تمام. طيب لو انا جيت بصوا سلام قلت لك ايه اخبار الشورت دوت مع الشورت دوت. تمام. ده كده ده كده ايه الاخبار الافيكانسي؟ قال لك الافيكانسي هي الايه البيكس طولها قد ايه، يعني البيكس ديت نعتبر نفس البلين، يبقى معنى كده هما نفس الافيكانسي. يبقى الافيكانسي هي طول البيك. طب السلكتيفيتي اللي انا قدرت افصل ما بينهم بعد الاثنين عن بعض، شايف دي شارب على فكره، كل ما يكون البيك شارب اكتر ويكون ضيقه كده وفنعه تبقى اسهل في اللي انا اعمل لها ميجرمنت. ليه؟ لان عشان قال لك انت عشان تجيب التي هاف اللي هي التي سوري ريتنشن تايم، انت بتجيب القاعده طول البيز وتقوم قاسمه على اتنين وتقوم طالع. طب انت هتاخد النقطه دي ولا النقطه دي ولا النقطه دي؟ على عكس هنا دي خلاص انت هتاخد من النقطه اللي من هنا دي وتنزل على طول كده دايركت، هو ده الريتنشن تايم. خلاص. فانت عندك بصا هاي افيكانسي هاي سيلكتيفيتي كل الحوارات دي كلها بتعتمد طبعا على الطابق وفي الكولوم اللي انت بتستخدمه في الاستشري فيس. جود ريزوليوشن اتفقنا يعني ايه ريزوليوشن وعرفناه من اول محاضره خالص. جاب التكنيك حاجه سريعه، الاستشري فيس بيبقى عباره عن thousands of time while in the case of the classical chromatography الاستشري فيس is used just one time. يعني في الاستشري فيس بتاع اتش بي ال سي انا بستخدم واحد بستخدمه كذا مره يعني عادي، ولكن طبعا بصا انا بتغير الكولوم كل شويه بيكون الطف، بس عموما يعني انت ممكن تستخدمه كذا مره على عكس الكولوم كروماتوجرافي. ال HPLC not an expensive technique، يعني مش حاجه غاليه، بس كده غاليه اللي غني فيها هو الكولوم بمعنى صح. طيب انت زي ما انت شايف كده ده الكومبوننت بتاعتك، مهم جدا جدا تعرف وظيفه كل حاجه وهو اسم كل واحد عندك. اول حاجه عندي بالصصم ده الريزرفوار بتاعه الموبايل فيس،
او ما يطلع موبايل فيس كده يمشي خلال الفلتريشن. طب ليه انا محتاج اعمل فلتريشن؟ عشان ما ابوظش الجهاز، لان الجهاز ده يعني بص خلي بالك التكنيك بتاعها رخيص، يعني مش محتاج حاجه، محتاج موبايل فيس وسامبل وخلصت الحدوته، ولكن الجهاز بتاعه بالملايين خلاص، يعني غالي جدا جدا جدا. فبالصلاة والسلام يعني غالي بمعنى اصح، مش يعني مش اي كلام، فلازم احافظ عليه. عشان كده لازم اعمل فلتريشن موبايل فيس بقى لو في اي رواسب، في اي حاجه وحشه، غير اصلا ان انا اكون اعمله فلتريشن على جنب. فالمهم ان انا لازم اعمل ايه الفلتريشن اللي عندي بالصلاة، انا بلاقي بالصلاة والسلام بالفلتر، ودي مهمه جدا جدا جدا. بعد كده اقوم داخله بقى البامب واقوم ماشي. هنا يحصل لي بقى هنا ايه، دي جازنج. يعني ايه دي جازنج؟ دي جازنج او دي جازور، يعني اشفط الجاز اللي فيها، او في اير بابلز، في اي حاجه اشيلها. طب ليه؟ لان لما اكون في بابلز، عارف فكره السرنجه اللي بقول لك لازم تفضي كل الهواء اللي موجود فيها، ما تحقنش فيها هواء، لان لو فيها هواء لا قدر الله ممكن تعمل لك مشاكل كثيره في الدم والحوارات دي كلها، وإديمة والكلام ده كله ممكن تؤدي للدس. لو انت عملت حقنت مثلا نفسك في الوريد ده هواء هتموت، صح؟ ليه؟ لان الاير بابلز ماشيه في الايه، في الدم. فكاني بالظبط بالصلاه والسلام يعني عارف ايه، هبوظ لك شكل الشرط، الشرط هيطلع لك بيكس كده كانها بايظه متقطعه وهكذا، تمام؟ مهم تعرف اللي هي الحته بتاعت دي جهاز. هنا دي بقى البومب، البومب دي اللي هي ليها علاقه بالايبل بريشر. طيب بعد كده هنا عندك ايه بقى؟ هنا الانجكتور بورت. يعني ايه الانجكتور؟ الانجكشن بورت يعني ده المكان اللي بعمل فيه انجكشن للسامبل بتاعتي، عملت فيها انجكشن والموبايل فيس والحوارات دي كلها. همشي في اول حاجه عندي مهمه قوي، الحته اللي في الاول دي اسمها بري ساتوريتو. يعني ايه بري ساتوريتو؟ ده عباره عن زي كولوم صغنون كده اسمه بري ساتوريتو، بمشي فيه الموبايل فيس بتاعي عشان يحصل له ساتوريشنز قبل ما يخش الاتيكال ايه كولوم. طب ليه ما اخشش على طول دايركت الاتيكال كولوم؟ قلت لك دوت حاجه جهاز غالي فانا بحافظ عليه. عارف نفس الكونسبت بالظبط اللي ربنا سبحانه وتعالى فرض الحجاب على المراه، فيقول لك انت ليه بتكتفي نفسك؟ ده انت مش عارفه ايه ده، جو حر، ده ايه الرجعيه ديت، يعني ايه حلاوه شعرك، كل الهقص اللي بيفضلوا يقولوا دوت. الله يهديهم يا رب ويعفى عنهم ويهدينا يا رب ويصلح حالنا ويحسن لنا حجابنا، اللهم امين يا رب. ايه الكونسبت بتاعي؟ قال لك بصراحه البري ساتوريتور، خلاص البري ساتوريتور عامل زي بالظبط الطبقه، كل ما تلبسي واسع غير ما تلبسي مثلا بنطلون، غير بتلبس نقاب، يعني ما شاء الله اللهم بارك، بتحافظ على نفسها اكتر. انا نفس الكونسبت، عايزه احافظ عن الاتيكال كولوم، فكاني عماله احط حاجات في الاول، عماله تفلتر تفلتر تفلتر. عارف بالظبط فكره لما تروح تقدم في شركه ويكون عندك انترفيو كتير قوي عشان قبل ما توصل بقى للمانجمنت يعمل لك انترفيو فيحصل لك اكسبتد او ريجكتد، نفس الكونسبت بالظبط. فالبري ساتوريتور انا بعمل ساتوريشن الموبايل فيس عشان ما يروحش يعمل لك يبوظ لك الايه، اللهم صل على سلام الايه يا ربي، بسم الله الرحمن الرحيم، الاناليتيكال ايه كولوم، تمام؟ وكمان عشان يقلل لك الايه البريسنت اوف الايروجن، الايروجن ده التاكل، يعني لو دخلت موبايل فيس دايركت على طول للاناليتيكال فيس او الاناليتيكال كولوم فهيحصل له تاكل. عارف بالظبط لو انت واحده مش لو حد واحد مش محجب، ربنا يهديه يا رب ويعفو عنه، مش محجب ايه اللي هيحصل؟ تلاقي الولاد عمال تبص عليها ومش عارفه ايه الحاجات دي، فيخدش حيائها، فتكون مثلا ماشيه عادي فهي عندها حاجه غلط. نفس الكونسبت بالظبط، انا عايزه احافظ على الاناليتيكال كولوم من الايروجنز، فاقوم حاطه البري ساتوريتور اللي موجود عندي ده عشان اقلل البرسنت اوف الايه اوف الايروجن، ومهمه الحته ديت، تمام؟ طيب ايه كمان بالصلاه النبي عليه الصلاه والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده عندي الجارد، كان ده بقى البودي جارد بتاعنا، ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن او اسمه السيفتي، خلي بالك الجارد هو اسمه السيفتي، هو البودي جارد بتاعتنا عشان يعمل لك فلتريشن للسامبل فروم الامبيورتي، عشان يعمل لك فلتريشن للسامبل بتاعتك من اي امبيورتي عندك، تمام؟ زين بعد كده بقى الاناليتيكال بتاعي اللي هو بقى يعمل لك سيبريشن للسبستنس اللي بتاعتك، واخر حاجه عندي ديتكتور زين ريكورد، وكده خلصنا الجهاز بتاعنا. خلاص يبقى عرفنا الجهاز وعرفنا كل حاجه فيهم الحمد لله. ركز بقى في الكومبوننت عشان هنلعب فيها في كذا طريقه، هيجي لك في الامتحان طريقه ثالثه اصلا ما شفتهاش خالص، وهكذا في التوتوريال والكلام ده كله. الادفانتج اوف الاتش بي ال سي على الجاز كوماتوجرافي، بتحصل لك في اتروم تمبريتشر، ما بلعبش في الحراره، ما بلعبش في الحراره، ومهمه جدا 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 جدا. يقول لك في الاتش بي ال سي كل حاجه بنغيرها، الستيشنري فيس، الموبايل فيس، السامبل، مش عارف ايه وهكذا، ولكن ما بغيرش ابدا التمبريتشر، تمام؟ بس التمبريتشر لازم اكون موجود فيها بنفس التمبريتشر طول التجربه ما دام انا بادئ بالتمبريتشر ديت، ما خلاص ما اقعدش العب بقى بالصوت انا مغير فيها والعب فيها والحوارات دي كلها، تمام؟ طيب يبقى سيرمولا طبعا يوز ذا فور سيرمولا بايل كومبوننت، جاز كوماتوجرافي يوز هاي تمبريتشر، ده بالنسبه للجاز كوماتوجرافي، ده بيستخدم اناليسيس فور بولر ونون بولر وزاوت درايفيزيشنز، مش هحتاج اعمل بقى درايفيزيشن، يعني الاتش بي ال سي مش هحتاج درايفيزيشن زي اتش بي ال سي زي الجاز كوماتوجرافي، اسف عشان الجاز كوماتوجرافي بحتاج اعمل درايفيزيشن عشان اخليها فلوتايل وهكذا. يوز ذا فور سيبريشن هاي مولكيولار ويت، مش فارق معايا حته المولكيولار ويت سواء بقى ايا كان على عكس الجاز كوماتوجرافي. خلاص يوز دي طبعا الجاز كوماتوجرافي
الاختلاف اتفقنا لازم يكون فولاتايل يوزد فور كواليتي اند كوانتي اناليسيز. الديتكتور بتاعتي بيبقى سامبل اند سنسيتيف بكل سهوله، سامبل جدا وسنسيتيف. الرابيد اكيوريت بيبقى بيرسايد، يعني كل مره بيديك نفس النتيجه وكل الحوارات دي كلها. طب ايه الادفانس بتاعت الاتش بي ال سي على الكلاسيكال كروماتوجرافي اللي هو العادي اللي عندي؟ قال لك الكلاسيكال كروماتوجرافي از تندس مانوال تكنيك، يعني طبعا ببساطه طريقه مش اكيوريت قوي وكمان كانها عشوائيه وملخبطه وهكذا. الاتش بي ال سي وي جيت رايد اوف مانوال فايريشنز ثرو ذا اوتوماتيك سيستم، بستخدم هنا الاوتوماتيك سيستم على عكس اللي هو المانوال تكنيك. في الايدنتيفيكيشن الحوارات دي كلها الاتش بي ال سي يوزد فور 1000 تايم، وايل الكروماتوجرافي اللي هو الكولوم اللي عندنا الطبيعي دوت لا بنستخدمه مره واحده وبنرميه. الكروماتوجرافي كلاسيفيكيشن اكوردنج تو موبايل فيس، انا بقسم الكروماتوجرافي على حسب ايه؟ حسب موبايل فيس، هو ليكويد ولا جاز ولا سوليد ولا ايا كان. موبايل فيس طبعا لازم يبقى جاز او يبقى ليكويد، فانت عندك ليكويد ليكويد يبقى معنى كده عندك موبايل فيز از ليكويد والاستيشنري فيز از ليكويد، ودي تمام البارتيشن كوفيشن. المهم يعني باقي كونس باقي اتكلم باقي يعني كمل باقي الكلام مع نفسك لان مش مهمه عندنا قوي. تمام، هنبدا بقى نتكلم على كل امبورتنت بتاع كل كولوم او كل بارتيكل عندي بالصوص. اول حاجه عندي الكولوم كروماتوجرافي، هنبدا بقى نقول على شويه ديفينيشن، بعد كده نبدا بقى الكومبوننت اللي عندي. تمام، بس صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يعني ايه كلمه اليوانت؟ اليوانت دوت اللي هو موبايل فيس اللي كله اللي ماشي عندي في الاي كولوم، يعني موبايل فيس اللي هو الاليوانت، يعني حاجه طلعت حصل لها الوايشنز او مشيت معايا خلاص، يبقى الموبايل فيس اللي ماشي خلال الاي كولوم موبايل فيس بس. طب اليويتد ده موبايل فيس ماشي خلال سامبل، يعني برضه موبايل فيس معاه سامبل الاثنين مع بعض، يبقى اليويت 8. يبقى افتكر كده كان الموبايل فيس كل 8، يعني كل ماضي 8 كل الاي سامبل معايا. طب افلوانت، افلوانت ديت اني سوليوشنز كنت كامينج اوتسايد ذا كولوم، يعني اي حاجه بقى ماشيه بره الكولوم، لو هي جوه الكولوم هنسميها الويت، طب لما تطلع بره اسمها افلوينت. افلوينت يعني افلوينت يعني يلا افل اطلع بره، يبقى ده بس هتبقى اوتسايد ذا ايه، اوتسايد ذا كولوم زي ما انت شايف كده. تمام، طيب الكولوم كروماتوجرافي عند استشاري فيس، استشاري فيس ممكن تبقى اهمين دي بتبقى بسيليكا لان السيليكا دي بتبقى شيبر سبستانس وهكذا. طب السيليكا دي لو انت شفت الاستراكشر بتاعها هتلاقيها بولر عشان عندها او اتش كتيره وهكذا. طيب زي ما انت شايف كده السامبل السيبريشن بتاعتي عباره عن ثلاث مواد، انا هفصلهم ازاي؟ مين اللي هتنزل الاول؟ الاصفر، زين بعد كده الجرين، زين بعد كده البلو، زي ما انت شايف كده وابدا اعمل لهم سيبريشن وهكذا. طب مين عنده اكتر بولر؟ لو انا افرض انا مستخدم الاستشاري فيس بتاعي دوت نون بولر، عامه اصلا الاستشاري فيس مين اللي بيبقى نون بولر؟ طب ليه بيبقى نون بولر؟ عشان لو استخدمت الاستشاري فيس بولر ممكن يدوب، ممكن يبوظ معايا، بيبوظ اسرع وهكذا. وكمان لو انا بس اصلا استخدمت الاستشاري فيس بولر وانا معايا سامبل فيها بولر، لما بولر هتلزق مع بولر لايك ديزولف لايك هتفضل لازقه فيها ومش عارفه افصلها. طب ماشي حلو انت فصلتيها من الموبايل فيس، طيب وهتفضل واقفه في الكولوم، هتطلعها ازاي وتعمل لها سيبريشن وتحطها في كابس بتاعتك وتاخد الماده وتستخدمها وبقى في دراج وفورميليشن وهكذا؟ مش هتعرف، هتفضل لازقه فيها، عارف زي اللبانه بالظبط. خلاص او ظبط مور او لسه والحوارات دي كلها احنا اوريدي ايه خدناها. يبقى ده برده بيوضح لك الكومبوننت تاني، ومهمه حته الكومبوننت. بعد كده عملنا الفلتر انجكتبل، برده عندك كمان فلتر بعد انجكتبل بوت، بعد ما تعمل السامبل تحطها تاني برده تحاطط فلتر عشان احافظ كل ده وبحافظ على الاتيكال كولوم. بعد كده عندك البري ساتوريشن، وعرفنا ليه البري ساتوريشن، والجارد عشان يمسح الايه منعلك الاميوريتي. عندك الاتيكال كولوم بيختلف من السايز كبير صغير والحوارات دي كلها، طبعا لو هو صغير يبقى ده جاست فور اناليتيكال يعني يعمل لك اناليسيز. طب لو هو كبير قوي يبقى معنى كده بالصراحه لو هو كبير يبقى هيكون ايه اناليسيز خلاص، يعني بالصراحه انا بقى سلام بسم الله الرحمن الرحيم اسمها ايه لو لوجي كولوم، يبقى ده بريفيتيف، يعني ايه انا بحضر الحاجه اللي عندي، اما اسمه اناليتيكال احلل بس المواد بتاعتي، اما لو هو لوجي كولوم يبقى هقدر بقى افصل كذا ماده والحوارات دي كلها. طيب بيبقى الاتش ال بي سي عباره عن ايه؟ عباره عن موبايل ريزرفوار. عندك الديجازنج عرفنا ليه؟ عشان يشيل لك الاير جاز والبابلز اللي موجوده في الموبايل فيس، عشان يخلي لك ايه تكون ماشيه كويس، مش ماشيه زي زي عامله زي مطبات كده، عشان اخليها تطلع تشارت مصفره وتطلع لك ستريت لاين وهكذا، ده جود بيزل لاين. تمام، طب الفلتر دوت ده بعمله لامتى؟ استخدم فلتر هو عامه كده كده لازم استخدمه، ولكن انت ماست لازم استخدمه بقى قوي لو انا عندك اصلا السولفنت اللي انا بستخدمها في الموبايل فيس لو كواليتي. تمام، فساعتها بس لازم ايه استخدمه عشان اشيل ايه بارتيكل سبستنس اللي عندي. البومب دوت عشان اعمل بريجر عشان تعمل لك ابلايد وتحصل لها لا تمشي بسرعه. طب ليه محتاج البريجر؟ قال لك بصراحه لو انت شفت على الكولوم بتاعي خلاص هتلاقي فيها السيليكا ميلي، طيب السايز بتاعتها هتخليها ايه اخبارها ايه؟ هتلاقيها صغيره جدا 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 جدا. طب ليه ما استخدمش سايز كبيره؟ لان انا استخدمت بارتيكل سايز كبيره يبقى السيرفس اريا قليله، يبقى الفلتريشن بتاعي والريزوليشن وكل حاجه بوظتها. طب عشان كده بستخدم سمول سايز عشان ازود السيرفس اريا فيحصل لي سيبريشن كويس وهكذا. بس مشكله السيليكا ان انا ما هي بتبقى بولر وبتبقى صغيره زي بودره التلج صغيره جدا 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 جدا، البارتيكل بتاعتها صغيره فتعمل لك كومباكت، تعمل لك كلامب، تعمل لك اللهم صل عليك سلام زي ايه كواجوليشنز، يعني تجمعات كده كلامبس خلاص، تجمعات تكتلات وهكذا. طيب عشان احل المشكله ديت فساعتها الليكويد هيمر بيها الموبايل فيس، هيمر فيها ولكن هيمر ببطء قوي، يعني محتاج
ايام، فعشان اسرع العمليه ديت اقوم حاطه البروجر عشان يسحب الالولنت بتاعي الالولنتياس اللي هو موبايل فيس عشان يمشي ايه بسرعه اسرع شويه عشان اسرع على ايه العمليه بالصوره. تمام سلام. تمام طيب الانجكشن بوت ده الحته اللي بحط فيها السامبل بتاعتي بري ساتوريشن، اتفقنا خلاص دي بعمل فيها ساتوريشن موبايل فيس ويز المستشري فيس ان كيس اوف الليكويد ليكويد كروماتوجرافي. لو انا عندي الموبايل والاستشري فيس ليكويد، الفلتر دوت عندي السيلز السيرنج فلترز اللي هي بعد ما حطيت الانجكتبل سبستانس، عندي تو فلتر، فلتر عن الموبايل فيس وفلتر على السامبل بتاعي عشان اخليه ده بيبقى عباره عن هاي دنسيتي بولي ايثايلين ماشي ده سيتبل فور فاست فلتريشن. كل الحاجات دي عشان اعمل ايه؟ عشان احضر السامبل بتاعتي عشان اعمل لها كوانتيتيف اناليسز والحوارات دي كلها. طيب ايه كمان بقى استاذ سلام؟ ايه اخبار الريت والحوارات دي كلها على ريزوليوشن؟ طيب عايزك بس تشوف التلاته تشارت اللي عندك، ده ده وده وده، مين احسن واحد؟ طبعا الاخضر. طب ليه الاخضر؟ بص يا سيدي صلى على النبي سلام. هنا اول حاجه كل ما تكون البيج براود او تبقى برود عريضه تبقى مش حلوه معايا. طب ليه كل ما تكون عريضه تبقى مش حلوه معايا؟ علشان هي كانها داخله جواها جوه كنفها كذا سامبل، على عكس ما تكون شارب انا كده اه مطلع سامبل واحده بس، يعني واحد واقف بطوله، على عكس ما يكون 10 واقفين بطولهم، فانا مش عارفه احدد اصلا كمان الايه ريتنشن تايم والحوارات دي كلها. تمام وعرفنا طبعا الريتنشن تايم باجي من هنا ومن هنا ومش اتضغط واقوم جايبه نص المسافه عشان اطلع كده، فانا مش عارف بقى اطلع هنا ولا اطلع هنا ولا هنا وهكذا. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه بصوا سام ده شارب حلو جدا، البيز التوب بتاعته كويسه جدا تحفه، الريزوليوشن بعرفها من هنا خلاص اللي هي الحته بتاع السلكتيفيتي نوعا ما معقوله، طبعا دي السلكتيفيتي بتاعته برده كويسه عشان واسعه عن بعض مش داخل كذا بيك وهكذا، بس طبعا احسن واحد هو اللون الجرين وعرفنا ايه السبب معايا. تمام طيب بعد كده بقول لك الجارد كولوم، اتفقنا الجارد كولوم دوت عشان يعمل لك ايه؟ هو بيكون باكج ويز ذا سيم سامبل او في الباكجينج اوف اناتيكال كولوم، يعني الاناتيكال كولوم من سيليكا هو نفس السيليكا نفس كل حاجه عشان احمي لك الاناتيكال كولوم، كانه بيعمل لي فلتريشنز وكانه بالظبط الحاجز بتاع الاناتيكال كولوم، وبيزود لك العمر الافتراضي بتاعه الايه بتاعت بصال سلام بتاعت الاتش بي ال سي، وزي ما انت شايف كده ده الشكل بتاعه عشان يعمل لك ايه؟ يعمل لك ترابلي كونتامينيشن زي ما انت شايف كده بالصوره انا بعليها بصوتها سلام. تمام طيب بعد كده بقول لك الكولوم طبعا يبقى لازم يبقى كونستانت تمبريتشر، ممكن بقى الكولوم بتاعي يبقى ايه؟ ممكن يبقى اناليتيكال او بريبيرتيف زي ما انا لسه قايلها لك. الاناليتيكال ده بيبقى ايه؟ انا شايف ده 1 لـ6 ملليمتر يعني حاجات صغيره يعني صغير، اناليتيكال صغير لان انا هحلل بس يعني انا اعرف اه السامبل ده عندي السامبل ده مش عندي وهكذا. طب البريبيرتيف لا ده لارج، ده لارج سكيل 3 سم يعني ده كبير خلاص لارج سكيل او لارج ده ايه سامبل عشان اعمل سيبريشن، يبقى ده جاست فور ايدنتيفيكيشن، يبقى عشان بس اعرف اه انت احمد ولا محمد وريني وشك. طب عشان بقى اعمل لك افصل عن بعض واعمل مقارنه بينكم 5 اختلافات وهكذا، فلازم بقى قعده طويله شويه، فده بالصوصه بيكون عندي بكونش مع مصنع مع الكبر وهكذا. المهم يعني تعرف الفرق بينهم. بعد كده لازم بعد كده ديتكتور عشان طبعا يشوف كله سبستانس انهي، طبعا ده بيكون ليه سبيسيفيك كاركتر موجود عندي، واخر حاجه ريكورد اللي بيديك في الاخر الداتا في هيئه الشورت ببساطه انا سلام. طيب الدي جازنج هي ايه؟ عباره عن ايه؟ اتفقنا ليه مهم عندي او ازاي بعمل دي جازنج فروم الموبايل فيس، اشيل الجاز الموجوده مع الموبايل فيس عن طريق الهيت الالتراسونيك الروتينري فيبريشنز البابلينج او هيليوم، كل الحاجات دي اقدر اعمل بيها دي جازنج عشان اشفط الجاز الموجود في الموبايل فيس. طب ايه الاهميه؟ اتفقنا خلاص انا بشيل جيت رايد اوف الايه اوف الديزولفنج اير بابلز الموجوده عندي في الموبايل فيس، فذلك طب ليه عايزه اتفادى الاير بابل؟ عشان اخلي البيز لاين بتاعي يبقى ستيبل، يبقى بصراحه سلام مش طالع لي كده، مش يكون في درافت مش فيها حاجات غلط خلاص النويزنج. تمام الفالف فيلر وهنتكلم عليها كمان شويه ان شاء الله، هايبر بالسيشنز بريجر كل ده اتجنبه خلاص، يبقى ببساطه انتو بي افويد الهاي بالسيشنز اللي انا بوظ السبريشنز سيلكتيفيتي الانستيبل بامب اوبريشنز، طبعا ببوظ لك البامب برضو البابلز فورميشنز ان ذا فلو سيل ان ديتكتنج نون اكيوت، طبعا هيحصل لي ان ديتكشنز مش هيبقى اكيوت ان ريبريديوسبل يعني مش كل مش كل مره ريبريديوسبل يعني انت كل مره تقيس على نفس الجهاز يعني كل مره كل مره هي انت انا مثلا معايا نفس السامبل بتاعت محمد بتاعت مي مثلا، فانا جيت قست هيطلع لي ايه؟ محمد جه قاس طلع له غايه ثانيه، بصوا سلام مي جت قاست طلعت له غايه ثالثه، ده كده الجهاز بتاعي خربان ونون ريديوسبل مش ينفع، ما دام انا بستخدم نفس الكونديشن نفس كل حاجه ونفس السامبل ونفس كل حاجه المفروض كل مره ما اجي اقيس هي هي خلاص، يعني ما اكونش صاحب بابيل كد بابيل اسمها ايه بابين بالين كداب. تمام طيب الباكت بروبلم بقى ايه اللي ماشي البيك بروبلم؟ ايه المشاكل بصوا سلام في البيكس اللي عندي؟ قال لك عندك 3 بيكس، اول مشكله انها تكون برود، برود يعني ايه؟ يعني تعريضه، عرفنا ايه المشكله بتاعتي ان هي بصوصه كانها فيها كذا سامبل فيها كذا سيبريشن لكذا سامبل، فانا ساعتها مش عارف احدد دي اي سامبل معايا ومش عارف احدد الريتنشن تايم كويس. بعد كده عندي الشولدر، الشولدر ده يعني بصوصه عامل كده كانه مدينه كتفه قانوني، طب ليه
ليه بيحصل الشولدر؟ بسبب ان انا عندي كاني بالظبط 2 سبستنس ايدنتيكال لبعض، ومن كتر ما انا مش عارفه افرق ما بينهم، يعني احمد ومحمد توام قوي فمش عارفه افرق ما بينهم، فبالصدفه ايه بيكون في ابروكسيميتلي ما بين بعض. تمام، يبقى الشولدر بيكس ديت اللي هي السامبل هاز سيميلاريتي ان بروبرتيز، يعني نفس البروبرتيز وهكذا. تمام، اللهم صل عليك وسلم. البيك بقى سبليتنج نفس الكونسبت بالظبط، بس انا البيك بتاعتي بتبقى سبليتنج يعني مقسومه لحاجتين زي ما انت شايف كده. تمام، دي برضه البروبلم اللي بتواجهني. عندك برضه بروبلم تانية اللي اسمها ديد فوليوم. ايه الفكره بتاعتي؟ الجهاز بيكون فيه صواميل، فيها مسامير، فيها حاجات بتتربط وهكذا. فقال لك اللي انت عندك في اللهم صل عليك وسلم في الكونكتورز، يعني حاجه تبع الصاموله وانت بتربطها وهكذا عشان تعمل انجكتبل فيها. المهم ان انت بيكون عندك صاموله او مسمار، لو انت ما دفتش المسمار دخلت راسه كلها لحد جوه هيبقى لك حته فراغ كده. الحته الفراغ ديت ممكن كانها بالظبط تخبي شويه ايه، شويه سامبل معاك، شويه الوانت، شويه موبايل فيس. فلما تيجي انت المفروض حاسب اللي انت يطلع لك 10 مللي اللي انت مستخدمهم مصاببهم في الموبايل فيس، لا يطلع لك 5، فتفضل مستني وقت طويل واوبريشن طويل على اساس مستني الخمسه التانيين تلاقيهم لا مش طلعوا. ليه؟ لان نتيجه ان هو استخبى في الديد فوليوم اللي موجوده عندي، وهنتكلم عليها دلوقتي ان شاء الله باذن الله، بس مور ديتيلز دلوقتي كمان شويه. تمام، يبقى الميجر كوزز اوف الابنورمال بيك شيب زي ايه بقى بالظبط؟ يعني عندك مشاكل مثلا في البامب، عندك مشاكل في الانجكتبل، عندك مشاكل في الديتكتور، كل الحوارات دي بالظبط يا سلام. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تكون عندي في الكولوم؟ طبعا يكون عندي مثلا في كونتامينيشنز، فساعتها لازم استخدم الاول الجارد كولوم في البدايه كده كده. تمام، طيب الموبايل فيس او الانجكتبل فوليوم ده زي ما انت شايف كده بالظبط يا عندي هنا دي بروت شويه مش الطف حاجه، ولكن البيكس بتاعتي تحفه من فوق زي ما انت شايف كده بالظبط انها بلاقيها في وسطها سلام. الديد فوليوم ده ما لسه قايله لك عباره عن ايه؟ انسيرت، اهي بقول لك انسيرت ذا تيوبنج ان تو جوينتس او بريسنج اجينست ذا فار سايد تو كونكتنج اتس تايدي ابنورمال بيك اي شيب، يعني بالظبط هنا هيحبها يستخبوا فيطلع لك بقى بيك مش متظبطه وهكذا. عارف نفس الكونسبت الايه؟ نفس الكونسبت لما تيجي مثلا مثلا كوبايه بتنقط او شفشق مثلا مشهور خلاص، فانت كل ما تصب حبه يقعوا على الارض. ليه؟ لان الشفشق عمال ينقط معاك وانت مش عارف، كانك بقى نفترض انك مش شايف الميه اللي بتنقط، فتيجي تبص تلاقي الشفشق بدل ما هو مثلا كان على الاخر لا بدا نصه يقل. ده بسبب الحته الميته اللي عندي ديت، بسبب ان انا ما ربطتش الصاموله كويس. فعلشان كده بيقول لك ايد واحده عشان بالصلاه والسلام تحل المشاكل دي كلها، يبقى ايد واحده هي اللي لازم تقفل في الاخر الجهاز خلاص، عشان تظبط الجهاز كله هو شخص واحد، لان لو في اي خطا هيحصل لخبطه في الفصل والحوارات دي كلها. تمام، طيب البيك سبليتنج اللي احنا لسه اتكلمنا عليها دلوقتي خلاص، اللي هي بتبقى عباره عن كده بالصلاه والسلام كان في سبليتنج عندي حصل، دي تفانا لارج اماونت اوف سامبل او سولفنت، يعني ممكن لا قدر الله مثلا استخدمت سامبل كتير او سولفنت كتير فحصل لي بيك سبليتنج. ايه كمان بالصلاه والسلام؟ دي خلي بالك دي اكزام اللي انا قلت لك عليها، اللي هي عمليه السيبريشنز، ممكن اغير فيها بقى السيبريشن ريت، ممكن اغير الفلو ريت، ممكن اغير اي حاجه الا التمبريتشر لازم تبقى عندي كونستنت، ما بلعبش في التمبريتشر خالص. اما في الجاز كروماتوجرافي سبحان الله العكس بالصلاه انا بعرف بالصلاه والسلام. طبعا السلكتيفيتي بيكون احسن لما بكون انا مستخدمه ستيشنري فيس كويس وموبايل فيس كويس، واهم حاجه عندي الستيشنري فيس هو الموبايل فيس. ايه كمان؟ بسم الله ماشي. طيب عندك حاجه اسمها ريجولار بيز لاين، وعندك ايه ريجولار بيز لاين؟ ده ريجولار بيز لاين نتيجه بقى مشاكل بسيطه زي ايه مثلا؟ زي اللهم صل وسلم اهو زي ما انت شايف كده، مثلا عندي اير في الموبايل فيس كده كده الاير هنتخلص منها. طيب السولفنج بتاعتي انا استخدم ايه؟ دي جاز. طب افرض بقى انا عندي كده مشاكل كده كبيره، مشاكل كبيره، بروبلم كبيره زي ما انت شايف كده، البيز لاين بتاعي وانا بحط فيها موبايل فيس الديتكتور بيطلع لك الشكل الغريب العجيب دوت. طب ده بسبب ايه؟ بسبب الموبايل فيس فيه كتل، فيه زلط، فيه طوب، فعشان كده الموبايل فيس بتاعي مش بيور، فيه بالصلاه بارتيكل. الموبايل فيس نون هوموجينيس، يعني نون هوموجينيس انا ممكن الموبايل فيس ده بعمل منه ميكتشر، يعني بعمل من سولفنت من كذا سولفنت، فانا ممكن مثلا احط الزيت ميه فساعتها مش هيحصل لي ان هما يكونوا ميسبل مع بعض، فطبعا ده هيعمل لك الشكل الوحش دوت. فعندك حاجتين من موبايل فيس، يا اما يكون في طوب وزلط، يا اما يكون عندي مستخدمه اتنين ميكشر، يعني موبايل فيس ما يكونش هوموجينيس مع بعض ودايبين في بعض. فلذلك البروبلم بتاعتي ان انا طبعا اعمل فلتر لموبايل فيس واعمل لهم سيبريشن وهكذا. تمام، طيب جميل قوي 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 بالصلاه والسلام. طيب ازاي حل المشاكل بتاعت الابنورمال بيك اللي احنا اتفقنا عباره عن 3 حاجات اللي هي البرود والسبليتنج وكمان اخر حاجه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتاعت الشولدر؟ اغير بقى في الموبايل فيس، اغير في الانجكتبل فوليوم. عامه انا بغير في الموبايل فيس لان هو السهل ان انا اغيره وهكذا، اما الاستيشنري فيس لما اغيره بيبقى كوست شويه يعني، بس طبعا ابقى جامد جدا يعني لو انا غيرت الموبايل الاستيشنري فيس
يبقى انا ما حصلتش، ولكن مينلي عشان الكوست والحاجات دي كلها بغير في الموبايل فيس. طب if tubing connected is not obnoxious اقل اقفل التيوبينج كويس، يعني اربط الديد فوليوم كويس واظبط بقى واكد كل الحوارات دي كلها واعمل بريس واظبط الفوليوم اخليها تايدي. التمبريتشر جريدينت وزن كولوم كوست باي موبايل فيس سروز كولوم وزاوت being sufficient heating that the solvent is lengthening tubing between the sample unit and the column to be preheating كل الحوارات دي ما استخدمش حرايق، يعني اقعدش اغير في الحراره والحاجات دي كلها. If not solved كل الحاجات دي it's finally column deteriorations hence the column can sometimes be backflashed. يعني الكلام دوت لو المشاكل دي ما حلتهاش كده انا بوظت الجهاز بتاعي من الاخر وهحتاج اغير الكولوم بتاعي لان هو هيكون باظ عندي. دي الحته بتاعه السايز اللي انا سائله لك عليها بالصلاه والسلام، اللي انت عندك لارج سايت يبقى انا عندي لو سمول سيرفيس اي مش هيحصل لي سيبريشن كويس زي ما انت شايف كده في الجراف بتاعك، خلاص يبقى ده باد ريزوليوشن. العكس ما يكون سمول سايز خالص صغيره دي البارتيكل سايز دايمتر يبقى عندي جود ريزوليوشن تعمل لك سيبريشن كويس ويعرفني عشان زودت السيرفيس اي. ولكن المشكله في السيليكا اللي بتعمل لك كلامبس واللي هنتكلم عليها كمان شويه دلوقتي كمان. خلاص الموبايل فيس بتاعي بيبقى عامه ممكن يبقى اورجانيك، لسه شايف فيس عامه بتبقى دي اللي هي الباكينج سبستنس. السامبل ده بيوضح لك الابريفيشن، يعني المهم يعني البارتيكل سايز ده بيوضح لك الباكس البارتيكل سايز بتاعت الاستشري فيس. ذا بيجر بارتيكل سايز ذا سمولر سيرفيس ايه ذا لوور كونتاكت اوف الموبايل فيس، فساعتها هيحصل لي باد ريزوليوشن وعرفنا باد افيكنسي. طب ال اتش بي ال سي ويديكريز البارتيكل سايز 2 من 1 ل 5 مايكرومتر، طب ليه الحاجات دي كلها؟ عشان ازود السيرفيس ايه واخلي عندي جود ريزوليوشن. طب البارتيكل ديت هي تبقى كومباكتد على بعضها تبقى عامله لك زي كلوت تعمل لك زي تجمعات كده نتيجه كان عملت عجينه حاجه عارف بالظبط، لو جبت نشا وحطيت عليها ميه فتعمل لك حاجه كده صلبه وجامده، فعشان كده عشان الميه السولفنت اللي يمشي فيها يمشي ببطء قوي، فعشان اخليها تمشي بسرعه فمحطه هاي بريشر اللي عندي عشان اخليها يحصل لي باسنج للموبايل فيز اللي معايا. ان كيس اوف تي ال سي والبي سي اللي هي بقى اللي احنا استخدمنا عليهم، فاكرين الورقه الصغيره اللي هو سين لايت سين ليكويد كروماتوجرافي، الورقه بيطلع لك سبوتس على عكس بقى الجاز ليكويد كروماتوجرافي او بالصلاه والسلام اتش بي ال سي والحاجات دي بيطلع لك بيكس اللي هي اللي عندك ديت، خلاص ده بيطلع لك بيك اما دي بيطلع لك سبوت يعني هيحصل لك سيبريشن وهكذا. طيب الموبايل فيس اللي بيحصل عندي، الموبايل فيس طبعا لازم يبقى بيور، لازم يبقى كومباتبل وذ ديتكتور، ما يكونش بيبوظ مع الديتكتور، يبقى يحصل له ديجازنج، لازم يبقى شيف، لازم يعمل لك ديزولفنج للسامبل، لازم البولاريتي بتاعتي اكون عاملها كويس، لازم يمشي على البري ساتوريشن والجارد ستيشنري فيس الاول عشان اتفادى ان يحصل لي اي حاجه مش كويسه يبوظ في الجهاز في الاناليتيكال في الاناليتيكال كولوم، لازم يبقى له فيلوسيتي والحوارات دي كلها. طب السلكتيفيتي اوف الموبايل فيس ان اتش بي ال سي، لو انا استخدمت الديتكتور اليو في، لو انا استخدمت الديتكتور احنا عرفنا المحاضره اللي فاتت اللي احنا عندنا كذا تايب اوف ديتكتور، عندي الالكترون ديتكتور والانفلامنت الفلام ديتكتور واليو في والديتكتور وهكذا. قال لك بس استخدم اليو في ديتكتور اللي انا هستخدمه نوت ابزوربت ان يو في ريجون ات لوور زان كذا، يعني بس استخدم بيقول لك الابزوربشن هيكون في ريجون كذا، ممكن استخدم فلوريسنس خلاص على حسب برضو الموبايل فيس وهكذا والسامبل اللي عندي، ممكن استخدم اي ار السامبل شود بي لو فيسكوستي عشان يحصل لي رابيد اوبريشن وما افضلش مستني بالايام معايا. الموبايل فيس لازم يبقى ماي بي ممكن طبعا الموبايل فيس ممكن يبقى بولر او انترميديت بولر او نون بولر وهكذا، يعني مش شرط يكون حاجه معينه. طب ايه هي المود اوف اليويشن بتاعت الاتش بي ال سي، يعني ايه الطرق بتاعت اليويشن عندي؟ عندي بس استخدم ممكن افضل مثبت الموبايل فيس طول السامبل طول الاوبريشن بتاعتي، يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا بصراحه هستخدم موبايل فيس واحد بس من اول التجربه الاخيره، ومش شرط يكون موبايل فيس دوت واحد بس لا، يعني ممكن مثلا استخدم مثلا مع ووتر خلاص، يعني مثلا نسبه الميثانول 90% يبقى انا عندي 90% ميثانول و10% ووتر بالصلاه والسلام، فانا مثبته طول التجربه يعني مستخدم 90% تركيز 90% من الميثانول على طول التجربه. اما بقى ايه الجراديانت؟ جراديانت او الجراديانت دي بالصلاه يعني تغير في الموبايل فيس بتاعي او السولفنت بتاعي، يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا انا كنت استخدم او 90% ميثانول استخدمت 50% ميثانول، استخدمت بعد كده 50 30% ميثانول، او استخدمت ميكشر ما بين مادتين تانيين وهكذا، خلاص يعني اول مره كنت استخدمت مثلا 90 تاني مره استخدم 30 وهكذا، عمال اغير في السولفنت اللي عندي بالصلاه انا بقى زي ما انت شايف كده. يبقى الكومبوزيشن بتاع الموبايل فيس بتغير مع التايم خلاص، وتكون طبعا عندها هايست اليوشن باور وتبقى احسن عندي الجراديانت اكتر من الايزوكروميك الايزوكراتيك اللي عندي خلاص. بعد كده قال لك اللي هي الانكريمنت ممكن تبقى لاينر او ممكن تبقى ستيب وايز، يعني ايه الكلام دوت؟ لاينر يعني انا ماشي بريت معين، يعني ايه ريت معين؟ يعني انا بصصها مثلا 90% بعد كده هستخدم 90% من الايثانول ماشي، بعد كده هستخدم مثلا 20 لا 80%
80% بقصادها 20% ميه، بعد كده 70% يعني ماشي بنفس الريت كل مره 10% 10% 10% 10%. اما الستيب وايز لا، انا بزود مثلا 90 بقت 90 بقت 50 مره واحده، 50 بقت 10% مره واحده، يعني مش لي حاجه معينه. وزي ما انت شايف كده الجريدينت الريزوليوشن بتاعتها والبيكس وكل حاجه فيها احسن من الايزو كراتيك ميثود. تمام، زي ما انت شايف كده بالصاص هي ممكن تبقى لاينر او ستيب وايز. اتفقنا خلاص اللاينر ديت اللي ماشي بريت معين بكونستنت معين. لما اقول لك انت مثلا بتذاكر محاضره في كل ساعه، في بقى واحد تاني لا ممكن على حسب اليوم المود بتاعه على حسب الهيلث بتاعته ممكن يخلص محاضرتين في الساعه and so on. تمام، ده بقى الستيب وايز اللي عندك زي ما انت شايف كده. طيب زي ما انت شايف كده بالصراحه نفس السلام، مين اكتر واحد احسن واحد في التاتا تشارت اللي عندك؟ قبل ما تبص على الارقام والحاجات دي وتقرا الحاجه، شوف البيك اللي عندك. هنا عندك البيك بتاعته بروت شويه، هنا البيك بتاعته مش الطف حاجه، عنده 2 بيك بايظه، هنا داخلين في بعض فوحش جدا باد سيبريشن، هنا معقوله شويه صحيح برود ولكن معقوله البيكس بتاعتها كويسه. فاحسن واحد زي ما انت شايف كده هو الجريدينت اللي عندي ده 6 ويل الست بيكس بتاعتك كويسين جدا جدا جدا. هنا لا خمسه بس جوست ان هم خمسه عامل لك اناليسيز، هنا لا 2 بس اللي عندك عامل لك سيبريشن والباقي ايه وحش زي ما انت شايف كده بالصراحه. انا بقى لعبت صوتها سلام. يبقى الادفانتج بتاعت الجريدينت اليوشن اوفر ذا ايزوكراتيك اللي هو الاليوشنز كان بي دون ان شورتر تايم، يكون عندي وقت قليل مش بتاخد وقت كبير. كمان ريدوسينج اوف التيلينج، يعني ما بيكونش عندك بقى تيلينج والحوارات اللي هي الوحشه اللي بتكون عندي والكلام ده كله. امبروفنج سوليوشنز فيري هيربفول، حلوه جدا في الاناليسيز اوف الهيربال اكستراكتد خاصه بقى اللي هي البراود والحوارات دي كلها والبولاريتي كومباوند وهكذا. طب ايه هي المود اوف الاليوشنز؟ عندي حاجتين زي ما انا لسه قايله لك، الايزوكراتيك والجريدينت. طبعا بس مثلا الجريدينت ممكن ازود في البولاريتي، ممكن اغير كومبوزيشن زي مثلا دي كده الترتيب بتاعهم. ومهم الان هكسام ده بيبقى مور بولا ولا نون بولا؟ لا مور نون بولر، يبقى هو اكتر واحد من نون بولر زي الايثايل اسيتات زي الايثانول. وخلي بالك هنا قبل الايثايل اسيتات في كروموفور خلاص، يعني الان هكسام زي الكروموفور زي الايثايل اسيتات زي الميثانول ده تبع النون بولاريتي. طبعا اكتر واحد بولر هو الميثانول، يبقى ساعتها بستخدم اكتر من بومب وكمبيوترز عشان اشوف الباور والحوارات دي كلها. عندي الالوانت الجراديانت اليوشن از بيتر ذان، وعرفنا ليه، از ات هاز وايد رينج اوف ابلكيشنز جود ريزوليوشن، بتقلل لك التايم اوف اناليسيس، بتقلل لك التيلنج وتزود لك السنسيتيفيتي. يبقى لو جالك اكزام وقال لك ليه الجراديانت بيبقى احسن من ايزوكراتيك، عشان هتقولي الحاجات دي كلها بالصوت انا بلاقيها بصوتها سام. طيب بيقول لك الكونديشن افكتنج السلكتيفيتي، اتفقنا ايه السلكتيفيتي؟ اللي انا عندي اللي فيه فاصل في النص، عرفت افصل ما بين الاثنين. تمام، دي الايه الفصل. طبعا ايه الحاجات اللي تاثر عندك على السلكتيفيتي؟ على حسب السولفنت اللي واخده اورجانيك ولا من اورجانيك، على حسب الكونسنتريشن، على حسب الانجريدينت اللي عندك، على حسب البي اتش، على حسب البوندد فيس الموجود في الاستشري فيس، هو فور ريفرس فيس ولا نورمال فيس. وهقول لك الحته ديت. تمام، النورمال فيس دوت بالصلاه سلام اللي هي بتبقى عامه، اتفقنا الاستشري فيس عامه نورمال الطبيعي بتاعه بيبقى نون بولر خلاص ده النورمال. طب الريفرس عكسته يبقى ساعتها دي حاجه مختلفه، يبقى الاستشري فيس ساعتها بولر خلاص. وده طبعا الرينج بتاع التمبريتشر. عندك التمبريتشر فيربل ار نوت يوسفل، ما ينفعش استخدمها. النورمال فيس، عرفنا ايه نورمال فيس؟ يعني بالصلاه سلام بستخدم الاستشري فيس عباره عن نون بولر. تمام، طيب قال لك الايثر ليه ما بستخدمهوش كموبايل فيس وما بحبوش؟ عشان هو فولاتيليزيشن، يحصل له فولاتيل ويطير معايا. طب ليه بالصلاه سلام هو لما يحصل له فولاتيليزيشن هيكون وحش معايا؟ ايه؟ قال لك هيحصل لك تشينج في البولاريتي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني افرض انا بستخدم 90% في الاول في الايه في الايثر، وبعدين جيت عقبال ما حضرته وعملته مش عارف ايه وكده، مثلا 10% او الايثانول فيه شويه اتبخروا. طيب لما اتبخروا وحصل تغير في الكونسنتريشن بتاعه وحصل تغير في الكومبوزيشن والكلام ده كله، اكيد مش بقت 90% من الايثر، لا بقى بصوا نسبه مختلفه. فانا مش عارف احدد النسبه لسبب اللي هو فولاتايل ومش عارف لانه بيتطاير وهكذا، زين بقى مش عارف احدد البولاريتي. طب انا البولاريتي بتاعتي مهمه في ايه؟ طب انا الاتش بي ال سي مينلي بيعتمد على السبريشن على حسب البولاريتي، مين اكتر بولر مين اقل بولر والحوارات دي كلها. تمام، طيب بعد كده في شويه ديفينيشن محتاجه اعرفها، يعني ايه اورجانيك موديفاير؟ هنعرف يعني ايه، يعني ايه ايوتروبيك سيريس خلاص ليه الايثر ما بستخدمهوش، وعرفنا ليه دلوقتي هنتكلم عليه. ايه هي الاورجانيك موديفاير؟ هي عباره عن وين وي يوزنج بولر ستشري فيز زي السيليكا جيل ويز السيليكون جروب. يعني ايه الكلام دوت؟ قال لك اورجانيك موديفاير يعني انا بعمل موديفيكيشن باي اورجانيك سبستنس او اورجانيك سولفنت. يعني ايه الكونسبت بتاعي؟ قال لك افرض انت معاك بصا سلام كولوم، تمام، والكولوم دوت هو عباره عن نون بولر مثلا، نون بولر تمام، نون بولر ايه كولوم ستشري فيز.
انت عايز تحوله لبولر، فانا هقوم جاي احط ماده عليها، خلي احط عليه اورجانيك موديفاير يبدا يحوله لك لبولر. ازاي؟ عن طريق واحد يملك بوندد. يعني ايه بوندد؟ يعني يمسك في يمسك في الاستشير فيس جامد قوي، فيكنه عمل لك غلاف غلامي كده حوالين الاستشير فيس، ما حوطه لك عباره عن بولاريتي، فزود لك الايه البولاريتي بتاعت الايه بالصلاه والسلام بتاعت الاستشير فيس. طب افرض انا بولر، الاستشير فيس بتاعي مثلا بولر، وجيت حطيت سبستانس هي كمان بولر، فبرضه هيزود لك البولاريتي. يبقى معنى كده هو بيعمل لك موديفيكيشنز على حسب البولاريتي بتاعت الكومبوننت اللي انت حاطه على الاستشير فيس. خلاص يبقى نقرا الكلام، وانه يوز بولر استشير فيس زي السيليكا والحوارات دي كلها، وستارت ويز نون بولر موبايل فيس. افرض انا عندي نون بولر موبايل فيس زي الهكسان، بعد كده زين وي اي اي هاف تو ادد اورجانيك موديفاير، احط الاورجانيك موديفاير زي بقى ايه الحاجه الاكزامبل اللي عندك ديت، عشان ازود لك البولاريتي بتاعت الموبايل فيس او اغير في عامه. يعني هي اورجانيك سولفنت او اورجانيك موديفاير عشان اغير في البولاريتي بتاعت حاجه من الاثنين، يا اما استشير فيس يا اما موبايل فيس. المهم يعني السامبل بعد كده يحصل لها اتظبط على الاكتف سايد اوف الاستشير فيس، فساعتها تزود لك البولاريتي اوف الموبايل فيس تو بي اي ريموف ذا سامبل فروم ذا اكتف سايد. ساعتها حصل لك ادزوربشن. يعني ايه ادزوربشن؟ يعني هي لزقت زي ما انا لسه مفهماك. طب ليه الايثر ما بستخدموش؟ عشان اتفقنا مهم قوي قوي الحته الايثر ده وبالسام اللي هي عباره عن خلي بالك ده نوت اورجانيك موديفاير، عشان هو فولاتايل فيغير لك في البولاريتي، يغير لك في البولاريتي تمام، ومش هيكون عندك اكيوريت سولفنت كومبوزيشن. يعني ايه الاليوتروبيك سيريس؟ هي عباره عن ارينجمنت اوف ذا سولفنت اكوردنج تو البولاريتي. يبقى دي اسمها الالو، اسمه الو كان جاي من الويشن خلاص، يعني هيحصل لي الوات تمام، حاجه طلعت تروبيك يعني ده علاقه بالسيريس خلاص، ليه علاقه بالترتيب على حسب البولاريتي تمام. طيب ده جهاز تاني بس بطريقه تانية. زي ما انت شايف كده البومب عندك الريسيرفوار هنا، ده الاوتوماتيك سامبل، يعني زي ما انت شايف كده بالسامبل بس هو ايه بشكل مختلف شويه. طب خلصنا الكولوم، خلصنا الموبايل فيس، خلصنا بالصفحه من الاناليتيكال كولوم والبريشر والحوارات دي كلها، نخش على السامبل بتاعتي. ايه اخبار السامبل بتاعتي؟ قال لك السامبل لازم تبقى ايه اوف ذا سيم ناتشرال از استشير فيس، يعني لازم تبقى نفس الطبيعه بتاعت الاستشير فيس اللي هو اصلا موستلي الاستشير فيس بيبقى ايه مينلي بيبقى نون بولر. وعرفنا ليه ما بيستخدمش استشير فيس بولر؟ عشان ايه؟ عشان الماده بتاعتي هتلزق فيه ومش هعرف ساعتها افصلها تمام، على عكس ما يكون هو نون بولر. لو السامبل بتاعتي نون بولر يبقى السامبل تبقى هاف بولاريتي ايه شويه قريبه من الاستشير فيس. طب لو هو نون بولر يبقى نون بولر تمام. طيب اتش بي ال سي كابلد ويز الماس اللي هو اس ديتكتور، عشان يبدا بقى يعمل لك مش هيحتاج ستاندر ويبدا بقى يعمل لك ديتكشن وللبيكس بتاعتي والكلام ده كله تمام. طيب ده بيوضح لك الاستشير فيس التايب بتاعتها ديفرنت، وهتكلم عليها كمان شويه باذن الله. زي ما انت شايف كده الاستشير فيس، خلصنا السامبل، خلصنا الموبايل فيس، خلصنا كل الحاجات دي، هنتكلم على الاستشير فيس. قال لك النورمال فيس هي عباره عن ايه؟ اللي هو الاستشير فيس نون بولر. طيب ايه الريفرس؟ لا العكس، يبقى الاستشير فيس بولر تمام. يبقى بص على حسب الطبيعه بتاعت الاستشير فيس عامه موست كوملي هي الايه النون بولر خلاص، يبقى نون بولر الاستشير فيس. طيب ده خلي بالك، اسفه البولر هي نورمال تمام، بولر نورمال. اما بالصلاه النبي عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، النون بولر هي الريسيرفوار تمام تقريبا، يعني ان شاء الله اهي الريفرسد ماشي نون بولر، ريفرسد نون بولر. اما البولر هي النورمال، انا اتلخبطت سوري تمام. يبقى النورمال هي اللي تبقى بولر تمام. طيب it is known that light dissolve like، والحوارات دي الانتراكشن بين الموبايل فيس والسامبل والستيشنري فيس. موبايل فيس ممكن يبقى بولر او نون بولر او مودريتد عندي. طيب الاستيشنري فيس هو عباره عن ايه؟ اتفقنا النورمال، يبقى انا الاستيشنري فيس ايه بولر خلاص، يعني بستخدم خاصه السيليكا، وساعتها النون موبايل فيس هيبقى ايه نون بولر خلاص، عشان يعمل لي سيبريشن الحاجات اللي ايه النون بولر والبولر اللي عندي على حسب الريتيند اون ذا بولر استيشنري فيس، على حسب الماده بتحب البولاريتي قد ايه، هي بولر ولا نون بولر والكلام ده كله. قال لك البولر كومباوند طبعا بتطلع في الاخر خالص، ليه؟ عشان لو انا الاستشير فيس بتاعي بولر فهي هتفضل لازقه على الاستشير فيس عندي بولر، فبس لما تطلع في الاخر خالص الريفرس ده العكس كل الكلام اللي انا لسه قايلها عليه دوت. النورمال الاستشير فيس اتفقنا الموبايل فيس بيبدا ياخد لك ويز النون بولر سولفنت، لان النورمال بيكون عندي الاستشير فيس بولر والموبايل فيس بيبقى ايه نون بولر بالصلاه والنبي سلام، فالموبايل فيس يبدا ياخد لك كل النون بولر سبستانس والحاجات دي كلها، ويبدا عندي اند ويز البولر سولفنت في الاخر، عشان ايه؟ عشان ابدا اطلع لك السبستانس على حسب الاختلاف في البولاريتي. ونفس الكلام الكونسبت بالظبط في الانفيرس او في ريفرس فيس والحوارات دي كلها خلاص. يعني كلها عامه انا برتب على حسب البولاريتي زي ما انت شايف كده. لو انا عندي نورمال فيس، نورمال فيس يعني عندي لسه شايف فيس ايه بولر. طيب مين الفيرست اليوتد؟ زي ما انت شايف كده ده
طيب ده فيرست ايلويتد، وانا السام الستشري فيس بتاعي بولر، يبقى معنى كده واحد ده ايه، واحد ده اقل واحد بولاريتي صح؟ اه اقل واحد بولاريتي. طب تيجي نشوف كده هنا في الريفرس، الريفرس دوت معنى كده ان انا الستشري فيس نون بولر، و بصات انا سام انا نون بولر تمام، والموبايل فيس بتاعي بولر، فاكتر حاجه هتطلع اول واحده هي 4، فهكون هي المور بولاريتي، اما اخر واحده طلعت على حسب الريتنشن تايم طبعا بتاعها هي 1. يبقى النورمال فيس وي هاف هير بولر ستشري فيس زي السيليكون، بيبقى عندي موبايل فيس از مور سترونجر ان بولاريتي ذان السامبل، طبعا عشان موبايل فيس بيبقى ستيبل مع الاكتيف سايد والحوارات كلها، ويحصل لي ووشنج اب والكلام ده كله زي ما انت شايف كده، اللي هي السيليكا بتاعت الستشري فيس. ده نفس الكلام ممكن تستخدم موبايل فيس ليز بولر عشان يحصل لي سيبريشن على حسب الاستابيليتي والحاجات دي كلها، ويز لونجر ريتنش تايم. ليه بستخدم البولاريتي بتختلف شويه لو انا استخدمت الموبايل فيس بتاعتي، عشان طبعا هتاثر لك على ريتنشن تايم والكلام ده كله، بالصوت انا برسل. طيب جميل، الريفرس بقى اللي هو العكس زي ما انا قايل لك، هتبقى الحاجات تبقى نون بولر، السيشن فيس بتبقى نون بولر، بتبقى طب افرض انا بقى حطيت اورجانيك موديفاير او غيرت فيها عن طريق بقى الكونستراكتنج بوندنج، يعني انا مثلا حاجه نون بولر، فانا بعمل مثلا ايه، احط حاجه السيشن فيس بتاعتها تبقى زود مثلا البولاريتي نون بولاريتي بتاعتها اكتر، فاقوم حاطه حاجه طويله زي مثلا سي 6، ده اكتر حاجات بتستخدم عندي كنون بولر عشان تعمل لك بوندنج على السيشن فيس، فتزود لك النون بولاريتي اكتر. مثلا انا عندي سيليكا طبعا احنا عارفين انها بولر، فانا مثلا عايزه احول من حاجه بولر لنون بولر، فاحط حاجه تبقى نون بولر عشان تحول لك من بولر لنون بولر وهكذا. دي هي الاورجانيك سولفنت اللي لسه قايله لك ايه عليها بالصوت انا بلد سلام، هي دوت الموست كومن سابستنس من 6 و8 و18 زي ما انت شايف كده، طبعا خليتها لي تبقى نون بولر وعلى حسب السيبريشن والحاجات دي كلها. يبقى البوندد فيس هي عباره عن ايه، وين وي ار يوزنج ليكويد ليكويد اتش بي ال سي ستشري فيس از كارد ان انرت سبورت، يعني الكلام دوت لو انا مستخدم الستشري فيس بيكون عندي في انرت سبورت. طيب ايه بيحصل عندي، قال لك الاتش بي ال سي بيعاني من ايه، قال لك اللي بيحصل لك حاجه اسمها ستريبنج. يعني ايه ستريبنج اوف ليكويد ستشري فيس؟ قال لك ستريبنج ده يعني كانه تشتت. ليه بقى؟ قال لك بسبب البوندد فيس. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا عايز بدل ما يحصل لي الستشري فيس يبوظ نتيجه الموبايل فيس، لا انا عايز اخليه يتأيف ويتأقلم على الايه الموبايل فيس اللي هو يمشي عليه، فساعتها هيحصل عشان اتفادى عمليه الاستريمنج ديت تمام، وهتفهمها دلوقتي كمان شويه. فعشان كده اعمل البوندنج ايه، البوندنج فيس. يبقى لو انا عندي تاني دوت الاستريمنج ده اللي هو ايه، اللي هو كانه بالظبط داب او حصل له اوروجن او باظ وهكذا، فا اوف ليكويد اوف اتستيشن فيس فورم ذا سيرفيس اوف ذا سبورتد كده تمام. فلذلك ببساطة لازم اتفادى الموضوع دوت، تو اوفر كام الستريبنج ديت حاجه وحشه في الاستيشن فيس اللي ممكن تحصل عندي، بقوم لها بوندد فيس يعني كانها طبقه حمايه وسكوفيلنت بوند عشان تعملي سبورت اللي عندي تمام. الستريبنج ممكن تحصل بسبب ايه، كانك بالظبط عمال تعمل شفط جامد قوي، فيحصل لك الموليكيول تتغير من مكانها فتبوظ لك السيبريشن باور بسبب السوليبيليتي طبعا. لو انا ببساطة زي ما احنا قلنا، لو احنا مستخدمين بولر مع بولر هيدوبوا مع بعض ان ذا موبايل فيس سولفد باي ايه بقى بالظبط، نفس لو انا عندي ستيشن فيس الموبايل فيس هيكون سولفد باي ايه، عسى طبعا البلاتي والكلام ده كله. يبقى البوندد فيس اهيت مي بي تبقى ممكن البوندد فيس اللي انا حطاه عشان تحمي لي الكولوم بتاعتي من الاستريبنج اللي هي الحاجه بتبوظ اللي بتبوظ الكولوم بتاعتي وبتبوظ لك السبريشن بروسيس نون بولر زي ايه، اللي هي تبقى ستيشن فيس بتبقى ريفرسد صح، فزي 6 8 و18. طب لو هي بولر اللي هي النورمال احط بقى الحاجات ديت تمام. يبقى النورمال فيس زي السيليكا، والنورمال بوندد فيس اللي انا حاطه سيليكا عليها الحاجات الطبقات ديت اللي بتحمي لك الموضوع من الله وصلى لك سلام اللي هي الاستريبنج خلاص. واتفقنا بوندد يعني كانها عامله لي ايه، كانها عامله لي طبقه حمايه عشان ما يبوظش الاناتيكال كولوم واصرف فلوس بالهبل. يبقى البوندد فيس ديت هي عباره عن حاجه افايلبل تبقى رخيصه، تبقى مي بي بولر او نون بولر، وايد تشويس اوف موبايل فيس، بيكون عندي بقى رينجات مختلفه من الموبايل فيس اللي انا اقدر استخدمها. من الموبايل فيس بيبقى عامه من الميثانول، لان الميثانول ده بيبقى رخيص وسهل وافايلبل اكتر وهكذا. اتفقنا الجريدينت الوانت كان بي يوزد وزود ستريبنج، ساعتها لما اقدر اعمل الجريدينت واختلف في السولفنت والموبايل فيس وهكذا. لو انا عندي البوندد بالصلاه سلام استشاري فيس، نو ريستريكشن للسولفنت، البريشر والحوارات دي مش هتاثر معايا، بولر من بولر كل الحاجات دي هقدر اعمل لها ايه اناليسيس. البرنسبل ريتيشن اوف البوند شكل بس البوندد فيس، طبعا انا هغير في البي اتش بتاعتي اوف الموبايل فيس مي بي ايه ميك سترينج اوف الايه استشاري فيس. يعني ايه الكلام دوت، لو انا غيرت مثلا حطيت سترونج اسيدك سبستنس او حاجه تعمل لك ايروجن، فتبدا تعمل لك سترينج وتبوظ لك في الموبايل في الاستشاري فيس اسفه، او اي حاجه اوكسيدايزنج ايجنت. يعني كان بالظبط البوندد فيس ديت طبقة حماية بالصلاة والسلام
ليا كاستشاري فيس عشان تحافظ عليا. تمام، عمل لك بقى كومبارزم بين النورمال فيس والريفيرس فيس على الاستشاري فيس، وكل الحاجات دي احنا عارفينها خلاص بالصوت سام. هنا النورمال فيس اتفقنا خلاص الايه، الاستشاري فيس بيبقى ايه، بيبقى بولر. هنا لا، بيبقى لو بولر. السولفنت بتاعتي بما ان ده بولر يبقى ده اكيد نون بولر. هنا لا، بيبقى العكس، يبقى بما ان ده فوق نون بولر يبقى تحت يبقى بولر. السامبل ده بيبقى ليه تيست واحده، هي اكتر اخر واحده هتطلع هي ايه. طبعا لو انا مستخدم الاستشاري فيس بولر يبقى معنى كده اخر واحده تطلع هي البولر، صح، اللي هي البولر. تمام، طبعا ده الريتنشن تايم هيكون ازيد. هنا الريتنشن تايم اسفه هيقل، هنا الريتنشن تايم هيزيد عندي بالصوص لو انا عملت زي زودت الايه السولفنت بولاريتي على حسب طبعا السامبل اللي موجوده معايا. تمام، يبقى زي ما انت شايف كده بالصوص انا عندي سامبل عملت لها انجكتبل، وهنبدا بقى نشوف دلوقتي في الستارت وهي عماله تبدا يحصل لي سيبريشن فيها في السامبل. زي ما انت شايف كده هي عماله تتحرك تتحرك تتحرك، خلاص لسه ما دخلتش جوه الكولوم بتاعي اللي هو الاناتيكال كولوم، بدا يفصلها لك لكذا ماده عندي، وهو اثناء ما هي عماله تتفصل بدا يرسم لك نتيجة اللي بدأ يحصل لي سيبريشن للسبستانس زي ما انت شايف كده بالصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما يحصل لك بقى سيبريشن كل ده لسه حد السامبل ما وصلش للديتكتور عشان يقرأها لك، أول ما وصلت للديتكتور بدأ يطلع لك البيكس بتاعتك ويبدأ يعمل لك بقى سيبريشنز أكوردنج تو ديفرنت انيبلاتي أو الكومبوزيشن اللي عندك بالصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام. زي ما انت شايف كده كل سبستانس ليها بيكس وليها شكل معين وهكذا. تمام، يبقى طبعا ده بدا يطلع لك الشارت في الاخر. طبعا ده بالصوص الاي تي تايب احنا عارفينها اللي هي عباره عن ايلوشن تايم اوف الموبايل فيس او الان ريتينت بيكس اللي هي الحاجه موبايل فيس، وطبعا التي ار ده ريتينشن تايم بتاعه السامبل اللي عندك. الاريا بتاعتها او الهايت دوت بتبقى طبعا على حسب الكوانتيتي، كل ما الكميه تزيد يبقى هيكون عندك بيك عاليه، كل ما الكميه تقل او كل ما الكميه السامبل بتاعتي تقل طبعا كل ما يكون الاريا تحت البيك تبقى قليله بالصوت. انا بس تمام كده احنا خلصنا شرح المحاضره، شفت قد ايه بسيطه جدا 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 الحمد لله وسهله الحمد لله، اللهم لك الحمد. نبدا بقى نحل التوتوريال اللي موجوده عندي على اتش بي ال سي. زي ما انت شايف كده ده ايه الستراكشر بتاعك، يجي لك بقى فالقسم فوق من تحت، المهم انت تعرف تقول لي هي ايه الكومبوننت بتاعتك. اول حاجه عندي ده واحد ايه، ده الموبايل فيس بتاعي سهل جدا. اتنين ده البري ساتوريتور كولوم، صح. تلاتة ده بالصوص ده الجارد ايه، الجارد كولوم. هيبقى ممكن اربعة، خلاص اربعة بعد ما هو عملها لك على الاتيكال اللي هو عملها لك في اللاين ده، لا خلي بالك طول اللاين شوية في الحتة دي، يبقى دي اسمها ايه الانجكتبل بورتر. خمسة بالصوص ده ايه الديتكتور. ستة ده بالصوص ايه الريكورد، صح. لا سوري، خمسة ده الاناتيكال كولوم يعني ده المفروض يكون كده، وده يبقى كده زي ما انا قلت لك. ستة ده الديتكتور. سبعة ده بالصوص اللي هو البروجر بتاع الحاجة اللي تعمل لك عليها ابلايد للبامب بتاعتك. وتسعة ديت اللي هي ايه بالصوص ده الريسرفوار بتاعي. تمام، فين تمانية؟ تمانية اللي هي الحتة تمانية دي اللي هي اللهم صل عليك النبي عليه الصلاة والسلام الفلتر، خلاص تمانية اللي هي في الحتة دي، خلاص الحتة بقى ما بين البامب خلاص الانجكتبل سامبل والبري ساتيوريتد كولوم، يبقى طبعا دي الفلتر بتاعي. تمام، كل ده الايتم بتاعتي تكتبها، يجيب لك بقى بالشكل دوت نفس الكونسبت بالظبط. يقول لك مثلا استنى نجيب الصفحه اللي بعديها، لا مش مكتوب. يقول لك مثلا بروسيس مثلا ما بين هنا ما بين الانجكتبل وهكذا، وعندك بروسيس هنا تانية، وعندك بالصوت انا سلام بروسيس ثالثه هنا مثلا، خلاص يعني حسب البروسيسنج اللي عندك. ويقول لك دي ايه، لو مثلا حطيتها ما بين هنا في الحته دي اللي في الاول، سوري في الحته دي الاول، يبقى ده فلتر. ليه؟ لان انا عملت فلتريشن قبل ما اخش على اتش بي ال سي بتاعي بايولوجيك. طيب لو انا حطيتها هنا يبقى معنى كده انا حطيت هنا الموبايل، وقبل ما يخش على انجكتبل اللي هو الموبايل فيس هعمل له ايه، دي جازنج، صح. طيب ايه كمان بالصلاه والسلام، يقول لك مثلا اني كولوم عندي وهكذا، خلاص يبقى فهمت الاسئله بتيجي ازاي. وطبعا هيجي لك اشكال مختلفه. ايه الادفانتج بتاعتك الاتش بي ال سي؟ طبعا تقولها بقى اللي هي بتبقى سهله سريعه تايم كونسيو تايم سيفنج اند سو اون. تمام، طبعا دي ديفينيشنز ايه الموبايل فيس اللي بيمشي عن طريق كولوم، اتفقنا دي الاليوانت. طب الحاجه ايه السوليوشن بتطلع بقى، دي الافلوانت الاليويتد ده اللي هو عباره عن ايه الموبايل فيس كل السامبل. تمام، طيب الدي جازنج فور موفينج اوف ايه اوف الاير فروم الموبايل فيس اف اتس بريزنت وهكذا. طب هنا ده بس موجود ولا لا؟ هنا موجود دي جازنج، هنا مش موجود، هنا استخدمت سوري دي جازنج، هنا ما استخدمتش الدي جازنج ميثود عشان كده طلع لي الشكل اللي هو الديفراكت دوت. خلاص الفلتر ماست بي فور اللو سولفنت، الحاجات اللي عندها اتش بي ال سولفنت مش كويسه الفلتريشنز اوف موبايل فيس. ليه؟ عشان اعمل ايه؟ عشان اشيل بقى ايه امبيورتي وهكذا. البامب عشان اظبط البريشر. البي ساتوريشن عشان اعمل ايه؟ اعمل ساتوريشن للموبايل فيس ويز الايه ان كيس اللهم صل على سلام
اعمل بقى ساتوريشنز خلاص ويز الاستشري فيس، خلاص ويز الاستشري فيس عشان اظبط الليكود وهكذا. تمام. الجارد اتفقنا ده عباره عن ايه؟ عشان اشيل لك الاناليتيكال كاني بعمل فلتريشن او اشيل لك الامبيوريتي بمعنى صح. الكولوم عندك كذا كولوم بقى اللي هي ايه بقى، خلي بالك الايدنتيفيكيشن والسيبريشن. ايدنتيفيكيشن يبقى ده الاناليتيكال كولوم صح، والسيبريشن اللي هو الايه البريبيرف لكن اللي هو الصغير والكبير والحوارات دي كلها. الموبايل فيس ال HPLC must be ايه، لازم طبعا يبقى بيور، لازم يبقى سيلكتيف، كل الحوارات دي كلها. السيلكتيفيتي موبايل فيس على حسب اليو في، نبدا بقى نملاها من الحاجات دي، هتلاقيها سهله جدا جدا ان شاء الله باذن الله. ده اكزام وش يجي يقول لك ايه السبب البرود، السبب الشولدر، السبب البيك، ايه سبب انهي واحده من دول احسن، كل الحاجات دي مهمه جدا جدا جدا. طيب ده البارتيكل سايز بتاعتك زي ما انت شايف كده كبيره، يبقى انت عندك لو ريزوليوشن، هنا البارتيكل سايز بتاعتك قليله، يبقى عندك جود ريزوليوشن. موبايل فيس على حسب انت بقى مستخدم اي موبايل فيس واستشري فيس وكل الغي دوت بالصلاه والسلام، هتلاقي الحل بتاعها بسيط جدا. خلاص هتبدا تكمل هتلاقي الموضوع بسيط، واللي يقف مع حاجه يقول لي انا بس عشان ايه اشوف لو في حاجه فيها فكره زياده فكره جديده وهكذا. كل ده موجود اصلا في المحاضره اللي احنا لسه البي دي اف اللي احنا لسه ايه قاريينه مع بعض. ونفس الكونسبت بالظبط، الفرق ما بين الاليوشنز سواء بقى ايزوكراتيك او جريدينت اللي عندي. اتفقنا الاليوشن كان بي دون ان نقط تايم، الاليوشن كان بي دون ان ايه اللهم صل عليك يا سيدي، بقول بيوضح لك الادفانتج طبعا لو تايم يعني بياخد وقت، ريتنشن تايم اقل طبعا، الستيلنج جراديانت احسن من الايزوكرافيك عشان جود ايه ريزوليوشن والحاجات دي كلها، وابدا بقى ايه اكمل الحاجات دي كلها. طيب السبريشن هنا عندي يمين احسن، شايف هنا في اختلاف في السبريشن، هنا دي عندها ايه انا مش شايفه بصراحه قوي، دي تقريبا 28 ودي 70، فانت هنا مثلا 28 ودي 70 تقريبا، يعني انا بصراحه مش شايفه قوي، دي 30 تمام ودي حاجه و70. طيب ما ده ريتنشن تايم، خدت ريتنشن تايم كبير، فطبعا كل ما يكون ريتنشن تايم اقل كل ما يكون احسن بالنسبه لي خلاص، فدي بتاخد ايه وقت احسن. دي نفس الكونسيبت بالظبط، بيوضح لك ايه الفلتر وايه البارتيكل بتاعتي وبصص السبستانس وهكذا. بعد كده دخل على حته الايثر، ايه الديفينيشن بتاع الاورجانيك موديفاير خلاص عرفناها، يعني ايه الايلوتروبيك سيريس، الايثر دوت نوت فيفر فيفورت اورجانيك موديفاير، وعرفنا ليه عشان هو فلوتايل بسبب اختلاف بيحصل له برضه اختلاف في البولاريتي. ده بيقول لك النورمال ايه اللي بيحصل في الموبايل فيس ستارتنج ويز ايه واندنج ويز ايه على حسب الترتيب. انا عندي في النورمال فيس الاستشري فيس بتبقى بولر، في الريفرس بتبقى العكس، فما بان انا عندي بالصلاه والسلام الموبايل الاستشري فيس بولر، يبقى انا هبدا من الموبايل فيس بصص زي ما احنا قلنا ايه بنبدا بنبدا نون بولر صح، نبدا نون بولر ثم الاكثر بولاريتي وهكذا، والعكس صحيح. وده زي ما انت شايف كده ده الترتيب بتاعنا اوريدي حليناها. ده بيقول لك بتحصل بسبب ايه، عندك بتعاني من ايه اسفه، بتعاني من الايه من الستريبنج خلاص اوف الاستشري فيس، عشان كده بقوم عاملها البوندد استشري فيس. ايه الادفانتج بتاعت البوندد، ابدا بقى اكتبها واشوف البرنسبل ليميتيشنز، دي كومباريزون ما بين النورمال فيس والريفرس فيس، ده الايفالويشن والسوليوشن زي ما انت شايف كده. بس عرفنا الفرق ما بين السلكتيفيتي والافيكانسي، سلكتيفيتي يعني انا قادر افصل ما بينهم، قادر اميز ما بين الاثنين، اما الا اللهم صل عليك النبي عليه افضل الصلاه والسلام، الافكتيفيتي خلاص او الافيشنسي يعني بمعنى اصح، لان عندي مور عندي بيك عالية طويلة كبيرة خلاص، التوب بتاعتي كويسة كده وايه وبيكس شارب وهكذا خلاص. اما عرفنا خلاص السلكتيفيتي، ده بقى بدأت تخش في حتة الابليكيشن زي ايه بقى، والحتة دي مهمة جدا جدا جدا، زي البيري خلاص، عندك ديفرنت تايب اوف البيري على حسب الجورنالي والحوارات دي كلها. البيري دوت بيكون بقى فيه مواد مهمه جدا للليفر، وخلي بالك هو بيتكلم على البيري او حاجه اسمها المالبيري از فانكشن فود، وعرفنا من اول محاضره يعني ايه فانكشن فود، وده بيبقى انتي دايبيتيك وهكذا. يعني فانكشن فود يعني الفود ليه وظيفه تانية اذر ذان اللي هو فود، يعني اللي هو فود نيوتريشن خلاص. فده طبعا بيبقى انتي اوبيز، بقى بيقلل لك بيحفظ لك على الفود، بيقلل لك الويت، بيقلل لك الفاتس والحرارات دي كلها تبقى مهمه معايا. طيب عندك حاجه اسمها البايو كونفنشن والبايو ترانسفورميشنز، هي ايه؟ قال لك اللي انت كانك غيرت في حاجه، يعني انت مثلا جبت الشاي وغليته على النار، فحصل لك بايو ترانسفورميشن، اتغير من حاجه لحاجه، يبقى الفود عندي او الفارماسيوتيكال بروسيس حصل لي ايه، واند يوزنج مايكرو اورجانيزم، مثلا استخدمت مايكرو اورجانيزم، استخدمت انزيم، استخدمت اي حاجه، فزودت البايو افيلابيلتي عندي. فلقوا ان بيكون عندي البايو ترانسفورميشنز او الفريجمنتس الكونسنتريشن بتاعي بيزيد اكتر، وبيكون عندي بيرفورمانس احسن وهكذا. زي مثلا الحلبه، يقول لك الحلبه المنبته احسن من حلبه اللي هي عاديه خلاص. ايه كمان بالصلاه والسلام، ايه كمان ايه كمان، كل الحوارات دي كلها. وطبعا احنا عارفين البيري دوت بيقلل لك الايه، بيقلل لك الوزن وهكذا. فقال لك خلي بالك في بعض الشركات بتضرب لك الادويه، بتبقى بتستخدم مواد مش معروفه وهكذا. طيب ايه كمان،
اللهم صل عليك وسلم. قال لك لما تكون طبعا دي معلومه ليكوا يعني، كل ما تخس بطريقه فظيعه جدا جدا من غير سبب علمي، خلاص من غير سبب علمي، كل ما يكون عندك ريجين للويت هيكون عندك بزياده عاليه جدا جدا جدا. ده طبعا بيقول لك رتبهولي على حسب اليوشن اوردرز، مين اكتر واحده تشوف الموليكولار ويت القليله واللي عندها او اتش كتير، تقدر ترتبهولي على حسب برضه الاستشفاء فيس والكلام ده كله بالصلاه نفس الكلام. يعني مثلا عندك هنا ايه، عندك بي زين سي زين اي زين دي، ده الترتيب بتاعهم على حسب الايه، على حسب ال اللهم صل عليك انا بعرف ساين بي سي اي دي، على حسب اللي هو يطلع عندي الوليوشنز، خلاص الوليوشن ايه اوردر. إيه زي ما انت شايف كده، دي هنا مثلا انا عندي سبستانس وعملت لها سيبريشن، وانا بدور على السبستانس اللي هي فين، بسم الله هي مش موجوده هنا تقريبا، سبستانس ايه، ده سؤال تاني، سوري 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 سوري، اللي هي مثلا هو بيقول لك هنا ايه اتش بي ال سي استخدم على كولوم ايه 28 18، وعرفنا ليه يو في ديتكتور ماشي. بيقول لك والسامبل موبايل فيس بتاعتها عباره عن فوراميك اسيد ان ووتر، ده بيوضح لك الموبايل فيس الكومبوزيشن بتاعتها اندر جريدينت اليوشن، بيختلف عندك الشكل بتاعها. طبعا قال لك بالصلاه والسلام ان الاسيد بتاعتك ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، الاسيدك سبستانس بيكون عندها هاي بولاريتي، يعني انت عندك تملي الاسيدك سبستانس بتبقى عندها بولر عاليه جدا جدا جدا، فتملي الايلوشن بتاعتي بيبقى اكتر واسرع على طول زي ما انت شايف كده. فلما تيجي تشوف الترتيب بتاعتهم هتلاقي الحاجات الاسيدك اللي فيها او اتش كتيره هتبقى اكتر، اللي هتكون مور بولر بمعنى صح، تبدا بقى ترتب على حسب البولاريتي بتاعتك. ابلكيشن تاني بقى اللي هي حاجه اسمها القسط الكندي، خلاص ده اللي هو، لا ده مش القسط الكندي، ده اللي هو بتاعت الفانجس تمام. ده عبارة عن فطر بيكون موجود بقى في الدول الصين والحاجات دي كلها، بيكون مليان بروتينات عالية جدا جدا، فبيستخدموا يعملوا استخراج. طبعا لو جه قالك في الاستخشة ممكن يجيلك سؤال يقولك داين 21 ال اني استخشة فيهم، ده طبعا تلاقي في الدهاي وتلاقي داين، طب لو قالك اول يبقى في او اتش تمام، وهكذا عشان ما تتلخبطش. طيب هو عايز مثلا في اللي هو البروتين دوت او الفانجس دوت عايز يطلع سبستانس معينه اللي هي عند اس 1 واس 2 تمام، تمام ده كده الشكل الستاندر بتاعي. فقال لك هيجي هيعمل لك اناليسيز، ياخد يسحب من كذا شجره ويعمل لك اناليسيز وسبريشن وهكذا، فهيلاقي طبعا الكولوم بي او اللي هي الشارت بي هي اللي حصل لك فيها اناليسيز شويه، لان هتلاقي عندها نفس الاي البيك، اما هنا ما فيش البيك ديت وما عندهاش نفس البيك، يبقى السبستانس سي ودي وهكذا اللي هي السامبل بتاعتي اللي انا فصلتها ما عندهاش البروتينات اللي انا محتاجاها هنا، خلاص على عكس بي هي اللي عندها موجوده معايا بالصلاه والسلام. طيب بيقول لك ايه كمان، نيو اتش بي ال سي واز ديفولبنج تو امبروفنج كارنت كواليتي كنترول، والحوارات دي كلها يكون عندك لور كونتنت كريتيكا كرايتيريا، خلاص از ريزلت اوف الكواليتاتيف السيشن فيس ده، فانا خلاص بيبقى 18 ده الموست كومن، الموبايل فيس بيبقى انا استخدمه ايزوكروميك او التاني دوت اللي هو جريدينت المشروم دوت ريبريزنتيف فود فانكشنز، ده بيوضح لك اللي هو بتاعت الايه بتاعت الفانجس اللي احنا لسه بنتكلم عليها، بيوضح لك الاناليسيس بتاعتها البايو اكتيف سبستانس او البايو ترانسفورميشن سبستانس وهكذا، زي الترايتربين والبولي فينول ده تستخدم لعلاج الكانسر والليفر والاستومك ديزيز، عندك بقى كذا شكل والحوارات دي كلها. طيب ايه الابلكيشنز التالت اللي عندي، قال لك بصوا سلام اللي انا برضه هستخدم اتش بي ال سي عشان افصل حاجه اسمها ال يعني افصل سبستانس اللي علاقه بال اللي هي تقول لك الليبيدز اللي هي اسمه القسط الهندي، وده زي ما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالقسط فيما معناه الايه الهندي، فده في شفاء ليكوا. طبعا بدا يحفظ لك المواد على حسب الاختلاف بتاعها، طبعا ده هنا بالصوصان خلي بالك ده الفالسرتان اللي هي العلاقه بقى بالايه بالحاجات تبقى هايبولايبيميك تقلل لك اللايبيميك، وانا نفس الكونسبت بتاعي والكلام ده كله بالصوصان بدا يوضح لك السيرش فيس عباره عن 8 والكلام ده كله 8 سيرش فيس، وبدا يقول لك البي اتش بتاعتك بتبقى عباره عن ايه وكل الكلام ده كله، ديتكتور عندي عباره عن يو في ديتكتور انسو. طيب بعد كده هنا بقى بالصوصان بيقول لك هاو داز البولاريتي جو، يعني البولاريتي ماشيه عندك ازاي لو انت مشيت من هنا كده، ايه البولاريتي اللي حصل لها زي ما انت شايف كده، بس البولاريتي الاستراكشر بدا يقل يقل وبدات الاو اتش تزيد عندي، فكده البولاريتي زادت. طب لو انا جيت نزلت من تحت كده، قال لك بص ماشي الاو اتش عندك اهيت بدات ايه هنا بص الاو اتش بدات تزيد سيكا، خلاص بدا يحط لي جلوكوز بدا يتحول لك لايه لكومباوند في فينول، طبعا ايه ما تلاقي فينول عندك يبقى ده مو بولاريتي لان بيبقى بولر عاليه جدا زي الفينيك اللي احنا بيتحط في الارضيه وماما تستخدمه وهكذا، فده بيبقى مو بولر عندك، فبصوا سلام بقى كده البولاريتي زادت هنا، وهنا كمان عندك حط لك جلوكوز شوجر كتير كده، اي حاجه فيها سايكل فيها او 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 يبقى الشوجر يبقى معناه كده البولاريتي زادت، يبقى هنا البولاريتي زادت البولاريتي زادت البولاريتي زادت في كل الاتجاهات البولاريتي عندي زادت.
وكده اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا لا يزمع بعدها ابدا. محاضره النهارده خلصت، كنت بس عايزه اتاكد معاكم على حته اللي هي الكاستيوس اللي هو القسط الهندي والحاجات دي كلها، ده بيستخدم لعلاج الازمه والايبر ريسبيراتوري تراك، وهو عباره عن انتي كانسر وحلو للبرين والكانسر والحوارات دي كلها، وانتي ميكروبيا سواء بقى للفنجل والبكتيريا، وما عندوش اي سايد افكت، واكتر دوله كانت بتستخدمه هي فرنسا، ويعني بينفول جدا، يعني هو حاجه بينفول جدا 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 ومهم جدا جدا جدا. تمام، ايه كمان بالظبط انا سلام، ايه كمان يا ربي، اتفقنا خلاص. الاسيد ده بيبقى اكتر حاجه عندي بتبقى بولر. ايه كمان، في حاجه عندك كده بالظبط، لو انا جيت تو بيكس كده مع بعض النقطه دي، لو هما داخلين اوفرلاب على بعض فبسميها ميوتشوال اوفرلاب، خلاص يبقى ميوتشوال ميوتشوال خلاص اوفرلاب. تمام، ايه كمان، ايه كمان يا الله، اتفقنا خلاص. بس انا من بعد الجيرمينيشن بيكون عندي سبستنس احسن والطف وهكذا. كده احنا يعتبر ان شاء الله باذن الله خلصنا المحاضره باذن الرحمن. اتمنى ما تنسوش من صالح دعواتكم، فالايمان هو في اشد الحاجه، لو دعوات ما تنسوش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ما تنسوش تصلي على المصطفى في جميع انحاء العالم، وربنا معانا جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.